معنا السيد عالم المنور، هو السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي. السلام عليكم. ممكن تحدثنا على أهمية هذا المعرض خاصة في دولة الاتحاد، عاصمة الاتحاد الأوروبي؟ تمام. هذا المعرض بصراحة راه متميز، لأن راه كيعطي واحد النظرة ديال التضامن وديال التقدم في المغرب، وكيعطي النظرة للجالية المغربية اللي هنا موجوده. وكتعرفوا بلي الجاليه المغربيه هنا في بلجيكا وفي بروكسل جاليه كبيره، وهذه فرصه اللي كتعطى لهاد الجاليه باش تعرف شنو كيتضمن في المغرب، في خصوصا في الصناعه التقليديه، في الزراعه، في الفلاحه. وكنحس لان انا كنت في الفصل الاول ديال هذا المعرض، وكنحس بان كل عام راه كيتحسن، والجمهور كيكون كثير هنايا. وبصراحه هادشي كيفرح لان كيبين، كتشوف الناس جايين من كل جهه من المغرب، وكنشكرهم. لكل واحد عنده واحد تخصيص في واحد الميدان، في الميدان الخاص كما قلت لكم، الصناعه التقليديه. شفنا المواد من المناطق الجنوبيه، من العيون، من داخل. وهادشي كيفرح وكيبين ماشي غير الا الجاليه المغربيه، ولكن البلجيكيين شنو هو النظرة الواجبة ديال المغرب هنايا. وبالنسبة لهذا المعرض عنده شي دور في تحسين صورة المغرب بالنسبة للدول الأخرى؟ إيه بطبيعة الحال، لأن راه المعرض وكاين بزاف المعارض كيتنظموا هنايا في بلجيكا، وكتعرفوا بلينا بروكسل هي العاصمة ديال أوروبا. لهذا كل واحد راه خصو يعرف شنو واقع هنا في هذه المدينه هذه، في هذه العاصمه. وكتعطي واحد النظره كبيره اكثر من مدينه اخرى، مثلا الا كنا في انفيرس ولا في ليج. لان بعد اولا كاين موجودين الصحفيين هنايا، وراه شفتهم كانوا موجودين، منهم انتم وتبارك الله عليكم، وكنشكركم بهذا الوجود ديالكم. وهذه بطبيعه الحال غادي تدوز في لي ريزو سوسيو، غادي تدوز في التلفزيون، غادي تدوز في الجرائد. وهذه راه كتعطي واحد الفرصه باش تبين اكثر المغرب اليوم، المغرب ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. وكيبين بغي الحمد لله تبارك الله راه كاين جنود في المغرب ولا في اوروبا اللي كيلعبوا واحد الدور مهم لتحسين الصوره ديال المغرب. شكرا جزيلا. شكرا، تبارك الله عليكم.